بيتحمل حدا. ممكن شو في هيك وفي هيك. يلا ناخذ اتصال هلا. يلا الو مساء الخير. مساء الورد، كيف حالك يا صديقي؟ انا بخير. اهلا جاز صوت الحلو. وانت كيف حالك؟ اهلا وسهلا، مين معنا؟ محمد عظيمات معكم من جرش. اهلا وسهلا محمد. أهلاً. صوتك كتير حلو والله، في صوتك اذاعي. اوه شكرا لك، انه لفخر كبير ان تشهدي لي بذلك. هل انت تعمل بالدوبلاج؟ لا يا صديقتي، انا خريج هندسة مدنية وللأسف لم اعمل شيئا الى وقتي الحالي. طب هل تريد ان تتقدم الى اذاعة روتانا وان تعمل بها كمذيع؟ نعم، انه لشرف عظيم لي ان اعمل ذلك. الله الله الله. نعم. طب اسمع احكي لنا، هنالك مطب؟ الاتجاه نحو الجنوب. الله عليك، الله الله. هناك سحمة سير. والله 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 صوتك بجنن. شكرا لك يا ايتها الفتاة، هذا شيء رائع. شكرا محمد، اهلا وسهلا فيك. خبرنا. اهلا بك يا صديقي. يعني اليوم عم نحكي عن الخبز والزيتونة، هل ترى بعد بهالايام بترضى اي بنت تعيش مع اي شاب على الخبز والزيتونة؟ الخبزة والزيتونة يا صديقي. نعم. انت تتكلم عن الحب. نعم. ولا يوجد في زماننا هذا الشيء. ولا يوجد في زماننا حب يعني. ولي. نعم. في درجة قليلة من يضحي بذلك. من؟ الفتاة حينما تبحث عن شاب تحتاج إلى أن يقبلها. أيوة. وتكمل إنجازاتها ومشاريعها معه، وهذا أصبح شيء غير موجود أبدا، لا نستطيع أن نعتمد ذلك. مش موجود أبدا. كمل كمل كمل. نعم. أحكي. أنا أخالف هذا الشيء، فنحن نحتاج إلى أحد يكملنا، فحينما نبحث الآن نبحث عن موظفة لدى دائرة حكومية لكي تعيلنا وتمولنا أيضا وتكون كفيلتنا. نعم، وتكون كفيلتنا، فحينما نسجن تأتي هي وتخرجنا من السجن. الله. وأنا أخرجها. وأنا أخرجها. حلوة حلوة والله، إنك فظيع والله إنك فظيع محمد. احنا بنشكرك على كل حال، كمان أهلا وسهلا فيك. بس أنا أقول لك شغلة. شو بديك؟ اسمع يا محمد. نعم اسمعك جيد. اسمع اسمع ماذا سيصنع لك طارق الشاورة. سيصنع؟ نعم، أو سيقدم. سيقدم ويهديك لك. غرقني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعل. سمعت يا محمد؟ لم أسمعها جيدا أقسم بالله. اسمعني جديد. مرة أخرى. أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعل. أوه لقد سمعتها جيدا. شكرا. ذكرتني بقصة الزير. أه. حينما أخبر بيتان من الشعر حينما كان يريد أن يموت. أه. فقال: من مبلغ الحيين أن مهلهلا، أضحكتيلا بالفلات مجندلا، لله ذركما وذر آبيكما، لا يبرح العبدان حتى يقتلا. الله عليك يا محمد، نحن بدنا نتشكرك ونوجه لك تحية كتير كبيرة، والله يدم لك هالصوت يا رب. ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كذلك ثورك المتبسم. ننتقل كمان للشعر اللي بعده. الو. يلا. الو.